بيكم مشاهدينا مرة تانية. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ولو إنها ممكن تبقى كلمة صعبة كده لكنها سهلة ووقعها جميل على قلب الواحد، وساعات بنستشعرها. يعني ساعات بنستشعر إنه أي معروف بنعمله في حياتنا بيقينا شر الطريق، شر الناس، حتى أي شر ممكن يقابلنا بنستشعر كده إن ربنا حمينا، في حاجة كده حميانا. إيه يا ترى الحاجة دي؟ إنه إحنا يمكن نكون عملنا خير مرة أو عملنا معروف في حد مرة فتشلنا في أي موقف من المواقف. أنا بيشرفني دكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق. إزاي حضرتك يا أهلا دكتور؟ بيك وسهلا. المقولة دي ليها معنى في القرآن الكريم. طبعا في آية في القرآن الكريم يعني نهايتها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والغريب أنها قيلت على أكثر من حد، أيوة. فحضرتك اشرح لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الله وبعد. أبدأ بصنائع المعروف تقي مصارع السوء. أحد التابعين كان رجلا صالحا واصلا لرحمه، انهدم البيت عليه، فقالوا يعني إمام الجامع ساعتها القريب من حيهم، قالوا له فلان مات تحت الهدم. قال لا، ما كان الله ليفعل به هذا، إنه حي. طب احنا بقول لك بيته اتهدم عليه، قال بس روحوا شوفوا. يروحوا يشيلوا الركام يلاقوا الراجل حي، لم يخدش. فقالوا له سبحان الله لما قلت هذا؟ فذكر لهم هذا الحديث. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صلة الرحم، الصدقة، فعل الخير والمعروف. وحضراتكم كلكم عارفين قصة الثلاثة اللي قاولوا الغار وزي ربنا نجاهم بسبب أعمال الخير. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جالي بوست امبارح زي ما حضرتك تفضلت كده دلوقتي، وإنه بيقول إنها اجتمعت مع المتصدقين ومع الشهداء، وهذا حق. الشهداء قيل فيهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. الآية اللي قبلها كمان فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في الإنفاق الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله. واتقالت كمان في الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اتقالت في الأولية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي بالجملة جت 12 مرة في القرآن الكريم، كلها في أعمال الخير، كلها بتصب في نفس المعنى، في نفس الاتجاه. يعني اللي بينفق زي اللي يعني اللي بيستشهد ده بيبذل وبيقدم نفسه، وفي حد بيقدم ماله، وفي حد بيقدم الخير، وفي حد. ما تنسيش حضرتك إن الجهاد ليس فقط جهاد بالنفس. صحيح، جهاد هو جهاد بالنفس والمال، وده أعلى مراتبه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أنفسهم وأموالهم، الاتنين مع بعض. المرتبة الثانية بالنفس فقط. المرتبة الثالثة بالمال فقط. فخلينا نقول الحمد لله ربنا كفينا، وعندنا جيشنا وعندنا قواتنا المسلحة كلنا في ظهرها، وربنا صحيح. يعينهم يا رب، اللهم أمين. فكفينا هذا الجانب، يجهدوا عن الأمة طبعا كلها. احنا بقى يجي الجانب الثاني، جانب البذل والعطاء، صحيح. جانب الجهاد بالمال. أنا مش عارف أو مش مسموح لي أو الظروف ما طلبونيش أو في سيدة ما تقدر، حد مريض ما يقدرش، ايا كان ما اقدرش اجاهد بنفسي، لكن اقدر اجاهد بمالي. صحيح. اجاهد بمالي يبقى اعطي يمينا وشمالا وانفق هنا وانفق هناك. ويعني لما النهارده مبادره حياه كريمه تعمل جمعيه زي البر والتقوى من خلال هذه المبادره، مثلث ان صح التعبير، متساوي الاضلاع، مأوى بعمل سقف واطعام وسقيا، ده بالتاكيد شيء رائع جدا جدا بيدخل في الجهاد. ويبقى عندنا لو خوف ولا يحزنون اللي في القران جايه 12 مره، جايه كلها في الايمان، في العمل الصالح، في مفردات الايمان بقى. يعني ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين الى اخر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميل. اولياء الله في اعلى مراتبها بقى اهي، اعلى مراتب بعد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا يعني حتى الحزن مش ايوه ما يعني هو في سكينه، يعني ربنا هينزل بالسكينه على شوفي يا فندم القصه ايه، الله يكرمك. ما هو ما دام انت بتحسني وتؤدي ما عليك وتؤمني بالله سبحانه وتعالى، لابد انه هي اصلها معادله. معادله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فما ينفعش مؤمن يبقى خائف. الايمان
الإيمان أصلا جاي من الأمن. هو ربنا سمى نفسه المؤمن، ومن معانيها المؤمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمؤمن ذاك اللي ربه مش بس بلسانه، جميل، بحياته كلها. فشيء طبيعي يكون عنده أمن. هخاف ليه إذن؟ أنا بقولش إن إحنا ما نتقيش الضرر، ما إحنا كلنا بناخد احترازاتنا. طبعا كورونا جت بناخد احترازاتنا، لكن هل أنا خايف وفزع وقلقان وحزين على اللي بيحصل؟ لا، ما ينفعش. للسببين دول. الإيمان حضرتك زي ما قلنا بيعمل عنده طمأنينة. فلسفة الحياة مع المؤمن واضحة جدا، إن أنا أبتلى، فلما يجي الابتلاء وعارف إنه كله خير لأن ربنا أرحم به من أمي، فهحزن ليه؟ صحيح. هزعل ليه؟ طيب. لا أحزن على ما فات ولا أخاف على ما هو آت، فبالتالي لا خوف ولا حزن. طيب، ضلع من أضلاع المثلث اللي حضرتك قلته هو سقي المياه. خلينا نشوف تقرير ونرجع نعلق عليه. اتفضلي. أنا النهاردة كنت نازلة عشان أصور حلقات من برنامج بر وفرحة، وأنا ماشية إحنا هنا في عزبة اسمها عزبة أبو محارب تبع الإسماعيلية، وأنا ماشية متجهين رايحين، فلقيت شوية أبار كده في العزبة دي، فبقول لهم دي شبه الأبار اللي بتتعمل في برنامج، يعني في التقارير في اسأل مع دعاء. قالوا لي ما هي تبعنا. قلت لهم دي مبادرة الألف بير. قالوا لي آه. فقلت لا، وقفوا يا ست ربنا يكرمك، عايزين نلحق نخلص الحلقة. قلت لهم لا، استنوا بس، وقفوا، أنزل أبص على البير على الطبيعة، إن أنا على طول متعودة بشوفه في تقارير، فيعني ده تبع جمعية البر والتقوى. قالوا لي آه. طيب يا جماعة، ما هو في وسط العمار، أنتوا ليه عاملينه في وسط العمار؟ ففهمت إنه أهل العزبة هنا بينزلوا يملوا مية من عزب تانية، لانه المياه هنا ضعيفه. هنا قدام البير معمول هنا قدام مسجد من المساجد اللي احيانا الناس بتدخل تتوضى ما بتلاقيش يعني مياه، احيانا المياه بتكون مقطوعه، المياه ضعيفه، وبالتالي حطوا البير هنا في المنطقه السكنيه دي عشان يخدم كل اهل عزبه ابو محارب. محمد، انت المسؤول عن عمل البير ده؟ انا اللي مسؤول عن تقفيل الخزان يا فندم. والسباكه بتاعته. السباكه بتاعت الخزان. البير بيتعمل في وقت قد ايه؟ البير بيمكن يعني من اسبوع ل10 ايام. من اسبوع ل10 ايام، وانت بتقفله في وقت قد ايه؟ 4 ايام مثلا؟ انا التقفيل بالنسبه لل يوم نظافه، وتاني يوم بقفل الخزان، عشان طبعا البير بمكان الشغل يبقى فيه رواسه، ما ينفعش احطها في الخزان والناس تشرب منها. وازاي الميه بتنزل نظيفه كده؟ ما عشان احنا مقفلين، عاملين شاش على البير وحربي وشغل في الارض، فلاتر. نظام فلتر. فلاتر في الارض، نظام فلتر في الارض. اول يوم بننظفه بحيث انه ما يطلعش ميه وحشه. فبيطلع الميه نظيفه من الارض. ده يعني اللي باخد وقت، يعني الميه صالحه للشرب. كده الميه صالحه للشرب، هي نظيفه فله. انت النهارده بتقولي قفلت كام بير؟ النهارده انا معايا 3 صنايعيه، انا شغال هنا في واحد، واثنين شغالين في البلد جوه. يعني في اليوم بتعمله بتقفله؟ بنعمل 3 تقفيل بس، 3 ابار. انت من البلد؟ الناس فعلا محتاجه البير. محتاجين فعلا. محتاجين، وعشان خاطر الجامع برضو. الجامع هنا قدام البير، فانت بتختار. وطبعا احنا على طريق عمومي. فاي حد محتاج ميه هياخد في اي وقت. الميه لما بتقطع هنا كنتوا بتجيبوا ميه منين؟ بنطلع ننزل على احنا في منطقه مرتفعه. فلما بتقطع الميه في العالي هنا بننزل بنجيب من اي مكان في منخفض. فتشيلوا بقى ميه؟ بنشيل بقى في توك توك في عربيه. وتغطوا كل المنطقه؟ مش بنغطي كل، اللي محتاج بيطلع. اللي محتاج بقى بينزل يملى جراكن. اللي مش عنده خزين بيطلع. فكده وفرت على الناس كتير. طبعا. هنا يكفي قد ايه؟ يعني ده يفضل شغال كده على هو كل ما بيفضى بنشغل الماتور نملاه تاني. الماتور هنا؟ الماتور اهو. الماتور هنا والبير جنبه. الماتور بيقوم رافع الميه وجايبها هنا للخزان. يملى الخزان باستمرار، هنلاقي فيه ميه بمشيئه الله. مين اللي بيعمل له صيانه؟ لو حصل فيه حاجه انا المسؤول على الصيانه. انت مع الباشمهندس سليمان. بس ما تعملوش صيانه دوريه؟ ما هو لو بيحتاج غسيل بنيجي كل مثلا 10 ايام نفك ونغسل الخزان تاني، عشان لو رسب حاجه. وتغيروا الفلاتر؟ ونغير لا، هو الفلتر ثابت ما بيتغيرش، لانه في قلب الارض تحت. انما تغسلوا الخزان؟ نغسل الخزان لو طلع فيه رواسب ولا حاجه.
كل قد ايه بقى تنظف؟ يعني من اسبوع 10 ايام 15 يوم حسب ما نعدي اللجنة المايه بقت وحشه او الناس اشتكت منها بنيجي نغير نغسل على طول على طول. هنا الخبير بتاع الخزانات ان شاء الله. ماشي يا محمد، ربنا يجازيك خير. ربنا يجازيكم خير يا رب يا رب. شكرا. وربنا يوفق كده جمعيه البر والتقوى، ساعدت الناس كتير الحمد لله، وربنا يسعدكم الحمد لله. وفقكم يا رب. شكرا. السلام. طيب انا عايزه بس تعليق حضرتك على فكره كمان، انه اللي بيدفع في البير هو كمان بيدفع للعامل اللي بيشتغل، يعني بيدفع له اجره في يوميه بيعينه على انه يكسب بالحلال ويشتغل، يعني في هي منظومه. منظومه طبعا طبعا، في اي عامله بتشتغل في في في، بس الاهم من كل ده الله يكرمك، ودي رساله بقى بوجهها، يعني احنا ممكن نوجه اموالنا بدل ما الكل كان متجه لانه يعمل كولدير في الشارع في مش عارف فين عشان بس ميه ساقعه. طب انا رايي بقى الوقت ان نتجه الاول ان احنا نخلص الناس يبقى عندهم ميه نظيفه. أيوة بعد كده اما نخلص القصه دي صحيح. نرجع للكولدرات بقى. صحيح. واعتقد تمن الكولدير النهارده ممكن يساهم بشكل كبير في عمل بير او اتنين كولدير يعملوا بير تقريبا يعني. الاجر هنا الحقيقه مش بس حضرتك ان ان عامل اشتغل وقبض وصرف على اسرته. خلينا دايما يعني نستحضر فكره السقيا وقد ايه اجرها عند ربنا سبحانه وتعالى. ولعل حضرتك عارفه وكل مشاهدينا، ودايما هنكرر القصه دي، ان ازاي امراه وقع في الفاحشه فيتحرك قلبها والعاطفه عندها الجياشه انها تسقي قلب كلب فربنا يغفر لها، فما بالنا بنسقي اسر. صحيح. مصلين بشر ناس حتى لو مش مسلمين حتى بشر. وماله؟ فكل كبد رطب فيها اجر. الناس دي بالتاكيد حد كل حد هيشرب هيدعي دعوه. وده كله هيمتد اجره لكل من ساهم ولكل من دعا، يعني حضرتك حتى البرنامج لما بتدعي هتاخد عليه اجر. اللي بذل ماله هياخد عليه اجر. اللي كان واسطه في اداء الموضوع، اللي دل على هذا المكان اللي محتاج، كل ده بيؤجر في هذه المنظومه عند الله سبحانه وتعالى. فاتمنى من الله عز وجل ان احنا يعني نبذل ما عندنا من خير ونوجه. وانا بكرر تاني، البير ده هيبقى اهم من كل دير. لان الكل دير هيسقع علشان الناس يعني يبقى عندها ميه ساقعه. تمام. مش وحش، حلو قوي، بس ده نافله في مقابل فريضه ان الناس تلاقي ميه تشرب. الحقيقه احنا لما بنبقى في بيوتنا واليوم الميه بتقطع يوم طبعًا. الدنيا بتعطل وبنحتاس وبنحس بقيمه الحاجه، احنا ما بنحسش بقيمتها غير لما بتبقاش موجوده. أي. في ناس مش ما يعرفوش قيمتها، يعني ما شافوهاش. وكان في واحده يعني اعرفها في الصعيد من اللي بيوصلوا ميه، قالت لي ما تقدريش تقولي الناس صلوا وهم ما عندهمش ميه. سبحان الله. سبحان الله. يعني هتدعيهم ازاي ان هم بس يؤمنوا بربنا ويصلوا كده والناس دي ما عندهاش ابسط البسيط. وده اللي خلى يعني لو تلاحظ حضرتك القران الكريم لما يقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلات الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. وكان الحسن البصري فيما احسب لما شرب ماء طيب كده قال الحمد لله، وقال هذه كلمة الحمد لله طالعة دي أفضل من الحمد لله لما بنقولها وإحنا ظمأنين. فالواحد وظمأن بيبقى فيه الحمد لله، بس بيقولها يعني إيه؟ الحمد لله، أحوالك إيه مولانا؟ الحمد لله. إنما لما يبقى مبسوط كده ومرتاح ويبقى شارب والبيت فيه خير يقول الحمد لله، فبتطلع من نفسه ومن قلبه، فده حقيقة. فعلا زي ما أنت حضرتك تفضلتي ما تقدرش تقول للجائع آمن بربك وأحب ربك صاحب العطايا والمنن، ما أنا أصلا جعان. طيب. فاحنا محتاجين نكون سبب في ان الناس تحب ربنا من خلال العطايا. طيب فضل اطعام الناس بقى، اطعام الطعام. اطعام الطعام سيدتي ياتي في المرتبه الاولى في الاعمال الصالحه. بعد اداء فرائض الله سبحانه وتعالى، والا ما كانش ربنا جعل الزكاه مقترنه بالصلاه. وجعل الزكاه قبل الصيام، يعني اركان الاسلام مترتبه على بعضها. عندنا الشهادتين ده الاساس اللي ما ينفعش حاجه معاهم. تيجي الصلاه ما ينفعش حاجه قبليها أو من غيرها. تيجي الزكاه ما ينفعش حتى الصيام من غير زكاه. مش بقول ان هنسيب الصيام، بس نفهم الترتيب ده. صحيح. ولذلك ربنا يكرم بين الصلاه والزكاه. الزكاه اعطاء.
الزكاة إطعام. إطعام الطعام في حد ذاته بقى، في ناس تحب تقدمه كراتين مثلا مواد غذائية، وفي ناس تحب تقدمه مطبوخ. بالتأكيد اللي يقدر كمان يقدم الطعام مطبوخه كويس قوي قوي. وأنا أعرف إن الجمعية البر والتقوى عاملة 25,000 شنطة السنة دي، وعاوز توصل ل 60,000، ومستهدف ربنا يا رب يعينهم ويقويهم. إنما بالتأكيد إطعام الطعام بيجي في مرتبة عالية جدا، ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر قبل قيام الليل. والقرآن الكريم يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مش مهم بتطعم مين، قد يكون الأسير ده فعلا ساعتها لما نزل الآية دي كان كافر، كان مشرك، مع ذلك ربنا يقول نطعمه. جميل، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، نورني يا دكتور. شكرا جزيلا. شكرا ليكم مشاهدينا، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.